جايين على مكتب ايجار سيارات نأجر سيارة جولف اكس داون في حاجات هنا ديت اوكي 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 الحاجات اللي تحت مش موجودة الجريدة اللي تحت مش موجودة هنا في واحدة حطينا شنطنا في السيارة واستلمنا السيارة يا جماعة ومفيش غير مانيوال ميزة السيارة تخليك تروح في أي حتة بقى يعني احنا ايه دلوقتي في الأرياف والمناظر الطبيعية جميلة وروعة بصراحة يعني أنا مبسوط جدا إن أنا موجود هنا ومن غير السيارة عمرنا ما كنا نعرف نوصل هنا بس مناظر ايه ده يا جدعان المزاريطة دي مش ده هجرس هجرس ده صح هو هجرس يا هدرس يا هدرس دلوقتي في نوفي ساد كان في مناطق سياحية كويسة هنصور هنشوف اللي يعني عجبنا نصوره خليكم معانا احنا في اكبر ساحة موجودة في نوفي ساد هنتفرج مع بعض على الساحة ونشوف الحاجات اللي موجودة